وهي الصحة أساسا عندها هدفين هم المهمين، واحد النقص من الوفيات، واحد تحسين حالة الصحية للفرد. وهذا لا ينوصلوا له إلا عن طريق أساسا هدفين زاد هما مرحليين الاثنين، اللي هما ترجاع للمواطن ثقته في النظام الصحي، ثقته في المصادر البشرية، ثقته في الأدوية والمستلزمات الطبية، ثقته في الآليات اللي نعملوا، ثقته في نظام عملنا. هاي ثقة أساسية، ولين ما نحسنوها ونردوها ما نقدر نوصل لهدف أي هدف يسوى شنو في الصحة. والهدف الثاني اللي هو اللي وصلنا لتحسين الصحة هو الولوج لخدمات صحية جيدة ومتناول الجميع، معناها بأسعار مخفضة في نطاق تغطية شاملة، لين عد ما خارج موريتاني ما وقاد يستفاد من الخدمات الصحية. السفير